اثبت ثوره لدفاع مرماهم في هذه اللحظات. كره ممتازه صعبه، والهدف الاول لصالح مولوديه وهران، الهدف الاول لصالح المولوديه الوهرانيه على ما اعتقد عن طريق فرلول السنوسي بعد كره مباشره سكنت مباشره شباك الحارس سعيدي زكريا في اول محاوله خطيره لصالح مولوديه وهران. المولوديه تتمكن من زياره شباك الحارس سعيدي زكريا بعد كرة ممتازة، هكذا تنشط الجماهير، هكذا يهتف الأنصار بعنوان التهديف وافتتاح مجال التهديف. ها هي الإعادة وكرة فرلول السنوسي مباشرة في شباك الحارس سعيدي زكريا، هدف دون رد لصالح مولودية وهران بعد مرور 28 دقيقة من زمن المرحلة الأولى. مولودية وهران هدف، شبيبة الثورة صفر. الآن راح نشاهد ردة فعل أشبال المدرب اليمين بوغرارة، شاهد قدور بالجلالي يبقى محافظ على كرته امام ثلث لاعبين. التوزيعه طويله، كره عاليه ممتازه من هناك، دائما صعبه، وكره تعديل النتيجه، كره تعديل النتيجه لصالح شبيبه الثوره بعد خطا في منطقه العمليات. تسديده قويه تسكن مباشره شباك الحارس معزوزي، هكذا فرحة كبيرة وسط أنصار شبيبة الثورة ولاعبيها عن طريق حمية محمد الأمين، يتمكن من تعديل النتيجة بالنسبة لفريق شبيبة الثورة ويتمكن من رفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف مع فريق الشبيبة في هذا الموسم. حمية محمد الأمين الجولة الماضية سجل هدفين، واليوم يسجل هدف تعديل النتيجة بالنسبة للشبيبة. شوف هنا من وراء المدافع خرج حمية وتمكن من تسجيل وتسديد هذه الكرة. ها هي الإعادة بالعرض البطيء.